أنا بالصدفة قدمتها هداك اليوم لأنه كان عنا ضيوف وهي ما كانت بالبيت بس كانت مجهزتها قبل ما تروح. ما في أطيب من قهوتها. أوه بتشربين قهوة؟ إيه تكرمي هلأ رح أعملها وأنتوا تسلوا لبين ما أرجع. عن جد آسفة ما كنت بعرف إنه عيد ميلادك، كنت جبتلك هدية معي. عادي مو مشكلة، بتعرفي إنه أنا أكبر هدية عندي هي إنها عايدتني أول ما رجعت. هي بنتي الغالية، بنتي الوحيدة حبيبتي. بس أنا بعرف إنه هي قالت إنه مستأجرة صحيح؟ إيه البنت بس تتزوج ما بقى بتحس بيت أهلها إنه بيضل بيتها، مشان هيك قالت لك إنها مستأجرة عندي. بس المهم إنه البنت هي اللي بتخلي البيت مليان حياة. تعرفي أنا كتير بنبسط بوجودها بالبيت لما تكون هون، هي حبيبة قلبي. أنو رادها أبوها هيك سماها لأنه بحبها الاسم كتير. إيه طيب ليش عم تقولي إنه ما حدا عايدك من سنين طويلة ولهلأ إذا هي بنتك؟ إيه بصراحة رح أحكي لك، من زمان أنا وهي تخانقنا وبعدها هي تركت البيت مشان هيك. وهي القهوة، تفضلي. شكرا. يسلموا ديكي. البنت عايشة مع أمها بس لسه في خلافات بيناتهم، عم تنادي لأمها باسمها ساريتا. غريب؟ لا مو كتير غريب، هالأيام صارت عادية إنه الولاد ينادوا لأهلهم بأسمائهم والأهل ما بيتضايقوا منهم. أنو القهوة كتير طيبة بصراحة. اسمي ماما. مرحبا. أهلين. أرجوكي ماما لا عاد تبعتيني عالسوق مع شهانة، الرحلة كلها 3 أيام، هي اشترت تياب كأنه رح نقعد 3 شهور. هلأ أنتي وشهانة رايحين رحلة؟ بس ليش ريا ما ذكرت شي عنا؟ إيه يمكن بسبب اللي صار مبارح. بكل الأحوال هلأ بتمنى أنتو التنتين تنبسطوا بالرحلة، بلكي بتحلوا الخلافات اللي بيناتكن ووقتها بترجعوا من الرحلة وأنتو مثل الأخوات. بتمنى هالشي. رح ضب غراضي بالإذن. ممكن قلك على شغلة؟ أكيد تفضلي. ريا كل شي بحياتي، يعني أنا حتى بعتبرها مثل بنتي. ما في حدا بالدنيا أقرب لقلبي من ريا، حسة قطعة من روحي، بس الوحيدة اللي حسيتها إنها قريبة مني هي أنتي. إيه أنتي. صدقيني ما بعرف ليش بس عن جد كتير ارتحت لك، ما بعرف السر. يا ترى بتسمحي لي نادي لك أنو؟ ايه بتقدري تناديلي، بس ليش انو؟ انو اسم اختي الكبيره، هي توفت بحادث سياره، حادث كبير. انا اسفه. كانت تحبني ومتعلقه فيني وكانت تخانقني مشان كل شغله على قد ما بتحبني. انا كنت قريبه منها ودائما كنت جنبها وضل لازقه فيها طول الوقت. ممكن احكي لك شغله؟ يمكن تستغربي حكي. بتذكر أول مرة تقابلنا أنا وياكي؟ وقتها أنتي خانقتيني. أنا بس حسيت ساعتها كأنه أختي واقفة قدامي، فكرتها هي اللي رجعت لعندي. بعدين صرت كل ما أفكر فيكي بتخيل كأنه أختي موجودة قدامي. خلاص تقدري تناديلي أنول. شكراً. أيا أحلى الزهر. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.